اشرحوا لي السيليكون فالي بانك كان ايه التسهيلات، يعني اشرح لي كده التسهيلات بالنسبه لك كستارت اب، ايه كتاسيس شركه مثلا، كتلقي اموال، الكريدتس اللي بتاخدها، ايه القصه يعني، اشرح لي ايه الميزات اللي يعني بيقدمها. من الاول خالص لما تفتح حساب في سيليكون فالي كانوا بيدونا كريدت مثلا في امازون في اي دبليو اس ب $100,000 ليك كريدت ببلاش، تستخدمهم في امازون، تستخدمهم في جوجل، تستخدمهم في كذا حاجات من التولز اللي احنا بنستخدمها في اي شركه تكنولوجي. فده كان مثلا سيليكون فالي اول ما تفتح الحساب بيدي لك الاكسس للحاجات دي كلها. سيليكون فالي كان من البنوك اللي بتدي تسهيلات تمويليه كتير للستارت ابس، مع ان هم فاهمين القطاع ده كويس، ففاهمين الشركه يعني ايه شركه بتخسر لفتره معينه، وان هي بتتلقى ومين المستثمرين اللي موجود معاها، المستثمرين دول هيقدروا يسبورتوا الشركه لمده سنه معينه. فكانوا عندهم الابيتايت او الـ التفاهم ان هم يحطوا في شركات لفتره معينه بتخسر. ودي كانت من اهم الحاجات اللي سيليكون فالي بتقدمها، وللاسف مفيش بنوك كتيره في العالم بتعرف تعمل ده، مش بس في المنطقه، لا في العالم كله مفيش حد كان عنده الرغبه ان هو يشتغل مع الستارت ابس، وان هم يديهم سبورت، وان هو يديهم اموال مش بس كايكوتي بس كقروض بنكيه. كان سيليكون فالي بيوفر ده للستارت ابس. امتى حسيتوا ان في ازمه؟ هو يوم الخميس، يوم الخميس ابتدت تتوارد يعني كلمتوا بعض بقى انتوا في الايكو سيستم خميس الساعه 7، هذا توقيت شهير. بالظبط. كلمتوا بعض بقى، يعني كم شركه في مصر تقريبا عندها ايداعات في سيليكون فالي؟ لا ما عنديش هي رقم معين يعني، بس في عدد من الشركات طبعا، عشرات ولا هي قد تكون اكتر، اكيد اكتر من 10 شركات يعني لو ضمينا ليها صناديق الاستثمار كمان، لان بعض صناديق الاستثمار بتبقى حاطه فلوسها هناك، يعني هيعدي ال 10. فيعني بقول لك هو تم التواصل، يعني احنا عملنا الريسيرش بتاعنا، عملنا البحث بتاعنا، يعني ابتديتوا تسمعوا اخبار يوم الخميس، هو يوم الخميس ابتدينا نسمع يعني انه ايه في قلق على البنك، بس الحقيقه كان يهمنا ان احنا نفهم الموضوع اشاعات ايه والحقائق ايه، ونشوف فعلا الميزانيه بتاعت البنك شكلها عامل ازاي. بس الحقيقه لما ابتدينا نسمع انه الصناديق الاستثمار نفسها العالميه، مش عايز اقول اسماء، بس يعني صناديق كبيره ابتدت تقول لشركاتها بره في امريكا وفي دول متقدمه لا اسحبوا فلوسكم، دي كانت مؤشر خطر يعني انه لا في مشكله كبيره، والمشكله لو نفسيه هتبقى العدوى فيها خلاص هتتحول الى حقيقه يعني. فده بالنسبه لنا كان خلاص خدنا قرار انه لابد من التحرك سريعا، وتم التحرك الحمد لله يعني. نقلتوا كل فلوسكم؟ الحمد لله. عمر عملتوا ايه؟ كل الفلوس برضه. برضه اللي هو الخميس الساعه 7 ده. احنا ما لحقناش الخميس يعني، في اللي لحق كان في اللي هو لو لحقت ربع ساعه قبل او بعد، فاحنا ما لحقناش الخميس، بس احنا يوم الاثنين لما الفيد والتراجيدي طلع بقى من الخميس للاثنين ايام سودة. هو كان يوم واحد يعني، هو كان يوم خميس خلص الاثنين خلص الاثنين كمل، لانك طبعا مرعوب هيفتح على ايه يعني، هنفتح على ايه؟ وهما في الاول قالوا بس الديبوزيت اللي هي 250,000 أيوة. دولار، وبعد كده قالوا سبيشال ديفيدنت على حسب يشوفوا الليكويديشن شكله عامل ازاي. فلما صحينا اكشلي الخبر جه الحد الساعه 12:30 بالليل انه الفاد هيخش يسابورت. لان الاول كان 250، فانت قلت ايه بقى ساعتها؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هنشوف بقى هنعمل ايه، راحت الفلوس. بالظبط بالظبط.